السلام عليكم. تكشف التقارير الإقليمية والدولية عن اتساع قاعدة الفقراء في الوطن العربي، وهي مشكلة تزيدها تعقيداً. الأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة، ناهيك عن جائحة كورونا التي أحدثت اضطراباً في الأسواق المالية العالمية. فقد كشف تقرير للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا في الأمم المتحدة، أو ما يعرف اختصاراً بإسكوا، أن نحو 8.5 مليون إنسان عربي سيدخلون تحت خط الفقر في عام 2020 بسبب الجائحة. لكن ماذا عن نسبة الفقراء في مرحلة ما قبل كورونا؟ وما طبيعة الفقر في الدول العربية؟ هل هو هيكلي دائم أم ظرفي طارئ؟ وما أسباب اتساع قاعدة الفقر في الوطن العربي؟ هل من سبيل لمكافحة هذه الظاهرة، خصوصا في ظل خطة التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة والتي تطمح إلى القضاء على الفقر عالميا بحلول عام 2030؟ أسئلة نحاول الإجابة عنها مع ضيوفنا الكرام بعد قليل. أهلا بكم. مع امتلاك العرب لتراث ثري في ذم الفقر والثورة عليه والعمل على توفير حياة كريمة تليق بالإنسان، إلا أن التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2018 يشير إلى أن نسب الفقر بالدول العربية تتراوح بين 4.8 إلى 48%، بل إن الأحداث التي شهدتها المنطقة من حروب ونزاعات أدت إلى تزايد النسب لتصل إلى أكثر من 50% في بعض تلك الدول. منظمة الأمم المتحدة أولت عناية خاصة بقضية الفقر، حيث جاء القضاء على الفقر ضمن أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها في الألفية الثالثة، وجعلت يوم 17 من تشرين الأول من كل عام يوماً تحتفي فيه بالقضاء على الفقر، إلا أن واقع الحال يشير إلى تزايد مستمر في نسب الفقر حول العالم وفي الدول العربية بشكل خاص، ليبقى القضاء على الفقر تحدياً ضخماً بحسب تقرير البنك الدولي. الفقر الذي بدت ملامحه وتركزت دراساته سابقاً على الدول غير النفطية، فإنه يهدد بتبعاته الثقيلة اليوم الدول النفطية الغنية بعد أزمة انهيار أسعار النفط والحروب المستمرة وجائحة كورونا التي اضطرت تلك الدول إلى الإجراءات التقشفية لمعالجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن الجائحة. افتقاد الدول العربية لمشروعات تنموية على مدار العقود الماضية رغم امتلاكها ثروات هائلة جعلها في مصاف الدول النامية منذ استقلالها، فضلاً عن غياب الديمقراطية كنظام يتسم بالمحاسبة والمراقبة من قبل الشعب والمؤسسات الرقابية، فقد عانت ولا تزال الشعوب العربية من تسلط ديكتاتوريات الأنظمة على رقابها. انتشار الفقر في معظم الدول العربية مؤشر خطير وانعكاس لتراجع التنمية في المنطقة، ما ينذر باستمرار المعاناة إلى الأجيال القادمة إذا استمرت الأحوال على ما هي عليه من تراجع تنموي ونزاعات مسلحة. هذا الموضوع نبحثه مع ضيفينا الكريمين الدكتور حسام الشاذلي، مستشار سياسي واقتصادي دولي، وهو معنا من مدينة لوزيرن في سويسرا، وكذلك من الخرطوم الدكتور محمد علي الجزولي، رئيس حزب دولة القانون والتنمية السوداني. أهلا بكما ضيفي الكريمين. دكتور حسام، في تقريره الأخير الصادر في عام 2018 يشير البنك الدولي بحسب دراسة في العام 2015 إلى أن 26% من سكان العالم فقراء، يعيشون على أقل من 3 دولارات للفرد الواحد في اليوم. طبعا عربيا نريد أن نسأل، ما مستويات انتشار الفقر في الوطن العربي، وكيف يعرف الفقير في دول عربية متباينة الدخل القومي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، وبحيي حضرتك يا دكتور وضيوفك الكرام. في الحقيقة إن يعني التعريفات الاقتصادية لمستويات الفقر العربية أو ما يسمى بأن
المواطن يعيش تحت خط الفقر هي متباينة، وخصوصا إذا يعني أخذنا منها جانبا الدول الخليج أو الدول المنتجة للنفط والغاز. لكن بصورة عامة باقي الدول العربية يعيش كل المواطنين العرب في ما يسمى تحت خط الفقر. هذا التعريف أو هذا الرقم الذي يحدد هذا الدخل في الحقيقة تغير على مر السنين، ومع طبعا زيادة ما يعدل ما يعني معدلات التضخم الاقتصادي والتي عانت منها كل الدول العربية. فيعني في بعض الدول تم تعريف الدخل الذي يساوي 800 دولار 800 دولار سنويا، بأن كل من يعيش بدخل تحت هذا سنويا هو في الحقيقة في حالة يعني فقر مدقع. طبعا مع تغير معدلات التضخم، يعني ما نراه في بعض الدول من ظروف الحروب ومن ظروف يعني النزوح واللجوء السياسي، قروض صندوق النقد الدولي والقروض المختلفة التي يعني تم استحداثها بناء على فكرة تعويم العملة أو تعويم العملة المحلية. طبعا هذه يعني غيرت مقاييس خط الفقر وتعريفه بصورة يعني كبيرة جدا، لأنه في الحقيقة لابد أن نعلم أن المواطن العربي يعيش داخل معادلة مغلقة. يعني هو نوع من الاقتصاد كنت قد يعني عرفته مرارا، وقمت بنشر احد يعني البحوث المتخصصه في هذا المجال تحت عنوان الاقتصاد المسموم. يعني كان يعني هذا النوع من الاقتصاد هو اقتصاد في الحقيقه متخصص في اعطاء صوره يعني خادعه للمنظمات الدوليه ولصندوق النقد الدولي ولمؤسسات النقد والقروض البنك الدولي. في نفس الوقت هو نفس النظام الذي يهتم ما نسميه بالاقتصاد الكلي او الماكرو ايكونومكس اكثر، يتجاهل الاقتصاد الجزئي الذي يؤثر بصوره مباشره تماما على حياه المواطن. فتجد دائما ان هناك فئه من الشعب يعني اغنياء بصوره فاحشه، والفجوه بينها وبين باقي الشعب هي فجوه رهيبه. ويعني في الحقيقه كل هذا بيخلي تعريف في سياق الحديث رجوعا عن الفجوة لحضرتك دكتور تعريف حسام، الأرقام في سياق الحديث المتعلقة عن الفجوة بالفقر. التي تفضلت بذكرها الآن، يعني هذه الفجوة هل مكنت العرب من تحديد سقف معين أو معيار معين للفقراء؟ بمعنى آخر، هل الفقير في الصومال مثل الفقير مثلا في الإمارات أو في السعودية؟ هل ثمة توافق أو معيار محدد وثابت لتقديم تعريف الفقر عربيا؟ طبعا في الحقيقة هو هنا لا نتحدث عن أرقام. بمعنى إيه؟ إنه في إذا أردت أن تقوم بتعريف على مثال، يعني مثلا نجاح برنامج للإصلاح، يعني سواء كان هذا البرنامج في الصومال أو في مصر أو في سوريا أو في العراق أو في أي مكان، هناك مؤشرين أساسيين يجب أن تنظر إليهم. أولا هو المؤشر الأول هو جذب الاستثمارات الأجنبية، والمؤشر الثاني مستوى المعيشة أو ما يعرف بجودة مستوى المعيشة quality of life. يعني النهاردة العالم كله بينظر للمؤشرين الأساسيين دول، لذلك أصبحت هناك مؤسسات كثيرة بتصدر تقارير دولية بتتحدث فيها بكل وضوح وبترتيب دولي عن ترتيب الدول فيما يتعلق بمؤشرات التي تقيس مستويات أو جودة المعيشة وكيف يمكن للمواطن، لأنه في الحقيقة هذه المستويات بتقيس بقى بغض النظر عن مستوى الدخل في الصومال والتضخم في مصر والحالة المتواجدة حاليا في سوريا، هي بتقيس يعني مؤشرات ثابتة. واليمن الأزمة خطيرة هناك في اليمن. طبعا هي في الحقيقة يعني لازم يجب أن نعرف أنه مناطق الحروب التعريفات الاقتصادية فيها بتتغير تماما. يعني انا بتحدث معاك في الحقيقه على حتى المناطق التي لا تمر بحروب عاليه. نعم. يعني المواطن العربي هو من افقر المواطنين على مستوى العالم. في خلال ال10 سنوات الاخيره نجحت دول العالم وخصوصا يعني المجموعه الاوروبيه والدول التي تجمعت في ان ترتفع بمستوى معيشه مواطنيها وان تضمن تقديم خدمات اساسيه لهم، اهمها المستوى الأعلى في التعليم، في التأمين الصحي، تأمينات المعاش، إعانات البطالة. العالم العربي حتى الآن ينظر إلى هذه الأشياء التي أصبحت حقوقا في كل العالم على أنها أحلام لا تحدث وقد لا تحدث. طيب،
في سياق تشخيص حالة الفقر في الدول العربية، نريد أن نسأل الدكتور محمد علي الجزوري من الخرطوم، هل الفقر في الدول العربية هو فقر طارئ مؤقت مرتبط بحدث ما، بظرف تاريخي أو ما، أم أنه هيكلي بنيوي وعلى العرب أن يتأقلموا مع هذا الأمر ربما لمدة طويلة؟ طيب، أولا شكرا لكم على الاستضافة. أنا في تقديري حتى نضع المشاهد في الصورة، عندما تكلم عن العالم العربي نحن نتكلم عن 400 مليون نسمة تقريبا، نتكلم عن 25 دولة، 400 مليون نسمة معناته نتكلم عن ثلث عدد سكان الهند، يعني ثلث عدد سكان الهند هم كل سكان العالم العربي. فبالنظر للإمكانيات الهائلة التي يملكها العرب العربي ونسبة عدد السكان، هذا يعتبر قليل جدا. يعني إذا نظرنا إلى هذه الإمكانيات كان من المفترض إذا وجدت أنظمة راشدة وأنظمة نزيهة وأنظمة تقوم على الشفافية أن لا يوجد فقير في العالم العربي، لأن إمكانيات العالم العربي، أنا بتكلم عن 55% احتياط النفط موجود في العالم العربي، عن أن 5 دول فقط من 10 دول تمتلك احتياط كبير جدا يقدر ب 713 مليار برميل، عن أن عائدات النفط في العالم العربي 325 مليار دولار، عن أن السعودية فقط نصيبها من هذه العائدات 133 مليار، عن أن نسبة الدخل الذي تحققه الدول العربية من النفط يعتبر 41% و3/10 من جملة الدخل النفطي في العالم، عن أن العالم العربي يمتلك 54 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي وهذا يساوي 27% من الاحتياط العالمي للغاز، عن أن العالم العربي يمتلك 513 مليون طن من الحديد فقط، هذا من موريتانيا، إذا والمغرب تمتلك 30 مليون طن من الفوسفات. إذا نحن نتكلم عن إمكانيات هائلة جدا، هذه الإمكانيات الهائلة بالقياس لعدد السكان 400 مليون هذا لا تساوي شيئا، يعني لا تساوي شيئا بالنسبة للصين، ولا تساوي شيئا بالنسبة لبعض دول شرق آسيا، ولا تساوي شيئا بالنسبة للهند. كان من المفترض أن يعيش كل عربي في هذه البقعة الجغرافية المسمى بالعالم العربي أن يعيش درجة من الرفاهية ودرجة من الرخاء ودرجة من النماء. لماذا لا يحدث ذلك؟ نحن مشكلتنا ليست مشكلة اقتصادية، العالم العربي لا يعاني من مشكلة اقتصادية، إنما يعاني من مشكلة سياسية. نحن لدينا أنظمة فاسدة، لدينا برلمانات غير منتخبة انتخاب حر ونزيه، لدينا نخبة سياسية فاسدة حتى في الديمقراطيات العربية، ديمقراطيات تقوم على الشراء الذمم وعلى المال وعلى وتقوم على التزوير وتقوم على هكذا أمور. إذا نحن نعاني من وجود أنظمة سياسية فاسدة جمعت مع فساد شخوصها إلى عمالتهم، لأنهم يقومون بفتح بلداننا إلى المستثمر الأجنبي بتسهيلات ضخمة جدا مقابل أن يأخذوا مشروعية سياسية من الدول الغربية لكي تعترف لهم بأنظمتهم، لكي تغض الطرف عن انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، لكي تغض الطرف عن انتخاباتهم المزورة. هم يقدمون إمكانيات العالم العربي عبارة عن رشاوة سياسية لنخبة حاكمة في الغرب لكي تشرع وجودهم يجسم على صدورنا كأنظمة يعترف بشرعيتها ويعترف بشرعية ما تقوم به الانتخابات. إذا حل أزمتنا الاقتصادية يمر بالبوابة السياسية، لابد من إقامة أنظمة منتخبة انتخاب حر. لا نريد أن نستبق الحديث معك عن الحل، وهذا ربما نؤخره للحلقة الأخيرة سنأتي عليه دكتور محمد، لكن في سياق الحديث عن الأسباب دعني أنتقل إلى لوزيرن في سويسرا. دكتور حسام، أين تكمن المعضلة؟ هو عرج على القضايا السياسية الدكتور محمد علي الجزولي من الخرطوم أن الأنظمة السياسية مسؤولة بشكل مباشر عن هذا، لكن يعني هذا الفساد السياسي موجود في كل دول العالم تقريبا، وبدأت تتكشف حقائقه حتى في الدول الديمقراطية، وليست الهند بعيدة عن ذلك ولا حتى الصين، بل ربما أمريكا متورطة في الدولة العميقة وهناك نوع من الفساد، وحديث عن شراء ذمم في الانتخابات أوصلت ترامب إلى آخره، ليس هذا حديثنا، إنما حديثنا عن الدول العربية. أين المعضلة؟ ما الأسباب الجوهرية في ظل وجود كل هذه الثروات مع وجود كل هذا الفقر؟
وطبعا في الحقيقه نحن يعني يجب ان نحدد او نفرق بصوره واضحه جدا عندما نتحدث عما يعرف بالعالم العربي، الذي في الحقيقه يعني اعتبر ان تعريفه العام المبني على البيئه واللغه وفيه نوع من يعني الهلسنيشن، يعني هو هناك هلاوس ترتبط بهذا، لانه في الحقيقه يجب ان يعني نفصل تماما بين دول النفط والغاز ودول الخليج. هؤلاء هذه الدول تعيش الان في حاله من الرخاء المتناهي. احد الدول العربيه هي الدوله الاغنى في العالم دخلا، لا يمكن يعني ان نضع هؤلاء الدول ثم نقيس ما لديه العالم، لانه لا يوجد اي نوع من الارتباط، لا يوجد اي نوع من التكافل، لا يوجد اي منظمه حقيقيه. فنحن نتحدث عن دول منفصلة تكشفت حقيقتها. لماذا وما هي المعضلة؟ أتفق مع الدكتور طبعا بأننا في الحقيقة بنواجه مشكلة هي في الأصل سياسية، لكن أهم ما يمكننا قوله هو تعريف هذه المشكلة، أنها هي لها علاقة أكثر من الفساد السياسي كمان بفكرة الاستقرار السياسي. هناك رابط يعني اقتصادي لا يتغير بين فكرة الاستقرار السياسي والرخاء والبروسبيريتي، يعني البوليتيكال ستابيليتي والبروسبيريتي. في قاعدة بتقول انه لا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيق الرخاء الاقتصادي بدون الاستقرار السياسي. ما هو الاستقرار السياسي؟ الاستقرار السياسي يعني قد يكون لديك مشاكل كما تفضلت، قد يكون لديك نوع من الفساد، بعض الفساد في بعض المؤسسات، قد لا تكون قادرا على يعني ان تقوم بالسيطره على كل انواع الفساد، لكن في نفس الوقت لدينا في الدول العربيه نظام مختلف، لدينا فساد مؤسسي، تم تعريف الفساد في الدول العربيه على انه فساد مؤسسي. ماذا يعني فساد مؤسسي؟ النظام نفسه يقوم على هذا الفساد، يعني بعد ثورات الربيع العربي في بعض الدول العربيه قامت بعض الجهات بعمل دراسات متخصصه في كيف يمكن محاربه الفساد والقضاء عليه. كان بعض يعني المتخصصين يتصورون ان الفساد مشكلته الحقيقيه تكمن في رؤوس الفساد المتواجده وفي المؤسسات الفاسده التي تسيطر على الاقتصاد وفي مديرين البنوك الذين يعني يتعاونون مع الفاسدين من رجال الاعمال. تكشف لنا في الحقيقه ان النظام نفسه قد تم بناؤه من اجيال واجيال طويلة على فساد مؤسسي. لذلك فكرة عدم وجود استقرار سياسي هي الفكرة الرئيسية في عدم إمكانية وجود رخاء واستمرار الفقر. يعني النهاردة حضرتك تفضلت برضو بذكر يعني الصين أو الهند. طبعا الهند هي يعني لا يمكن في الحقيقة حسابها يعني من ضمن الدول الديمقراطية، لأنها تستخدم ما يسمى بالديمقراطية المباشرة، وهي يعني جميع رؤوس الأموال اقتصاديا متركزة في أيدي معينة تسيطر عليها طبقة معينة. الصين هي ما زالت حتى الآن يعني دولة بتتعامل بصورة بعيدة جدا عن الديمقراطية، لكن هناك قواعد يعني تحكم نسبة الفساد التي يمكن أن تؤثر على الاستقرار السياسي وعلى الاقتصاد، لكن في الدول العربية لا يوجد هذه النسبة. نحن في الدول العربية، وهذا الأمر ليس بجديد، منذ أيام ما يسمى بالاقتصاد المركزي في عهد عبد الناصر، هناك تقرير صدر في سنة 66 من CIA، من الجهاز المخابرات المركزي الأمريكي، كان بيدرس حالة الاقتصاد العربي. وهذا يعني التقرير تم نشره وأصبح متاحا للعامة في عام 2000. هذا التقرير كان بيتحدث على أن الدول العربية وعلى رأسها مصر في هذا الوقت هي دول ستستمر مدينة لفترة طويلة جدا، لأن حكامها بنوا هذه الدول على الاقتراب من المؤسسات الدولية. لماذا؟ طيب دكتور حسام، يعني التمس منك يعني ومن ضيفي ايضا في الخرطوم يعني ان نحاول ان نصيب صلب هذه الحلقه، وهو الفقر. يعني ربما الفساد السياسي نرتب له حلقه مقبله. وهنا دعني يعني اعتذر منك لانتقل الى الخرطوم لاسال الدكتور محمد الجزولي، يعني في سياق تعمقنا في البحث عن الأسباب الجوهرية إلى جانب الفساد السياسي الذي تفضلت بالحديث عنه، يعني الأمم المتحدة وضعت جملة من الأسباب من ضمنها قضية ارتفاع أو معدل عبء الإعالة المرتفع كسبب من أسباب الفقر المنتشر في بعض الدول. الدول العربية ألا يمكن أن تصنف ضمن الدول التي يرتفع فيها معدل عبء الإعالة؟ فرد واحد ربما يعيل عائلة من أفراد كثيرة أو عائلتين أو ثلاث عائلات في بعض الحالات، ألا يمكن أن يكون هذا سببا مباشرا في ارتفاع حالات الفقر في الدول العربية؟
بحث المسألة على هذا النحو يراد به أن يبحث في إطار اجتماعي، بمعنى الطبيعة الثقافية لتكوين الأسرة في المجتمع العربي، لكن أنا في تقديري هو ليس من زاوية اجتماعية هكذا كما يراد تصويره، لأنه أصلا قضية أن يعول شخص واحد عدد كبير من الأفراد، ذلك لأن هؤلاء الأفراد أيضا يعانون من البطالة. يعني كان يمكنني أن أعول مثلا 10 أفراد 15 فرد، لكن هؤلاء 15 فرد منهم 10 أفراد لديهم وظائف ولديهم عمل ولديهم مشاريع. هو نتيجة وليس سبب. يعني ليست هنالك مشكلة. يعني ارتفاع معدل البطالة الإعالة يعني هو نتيجة برأيك وليس سببا. أيوة نعم. يعني تصويره من زاوية اجتماعية متعلقة بثقافة تكوين المجتمع العربي أو ثقافة الأسرة، وثقافة الأسرة الممتدة التي تجعل الخال مسؤول عن أبناء أخته وعن أبناء أخيه وهكذا، وكفالة الأيتام وغير ذلك من الأسرة الممتدة والعاطفة الموجودة والتماسك الأسري. ليست القضية قضية مجتمعية أو قضية ثقافة مجتمع، وإنما أيضا هي قضية متعلقة بانتشار البطالة. لأنني إذا كنت أنا مثلا لدي 10 من الأبناء ولدي 5 من البنات، فلنفتكر عندي 15 طفل مثلا، وهؤلاء الأطفال جميعا درسوا تعليم جيد وخرجوا إلى سوق العمل وأخذوا مرتبات جيدة وتوظفوا في شركات محترمة واستطاعوا أن يقترضوا من نظام مصرفي سليم أن ينشئوا مشروعات صغيرة لهم وطوروا هذه المشروعات لكي تكون مشروعات وسيطة، عندئذ هذه تكون نعمة وليست نغمة، بمعنى أن هنالك 10 أشخاص داخل الأسرة يعملون، هذا يعني 10 دخول، هذا يعني 10 مصادر دخل، هذا يعني 10 تدفقات نقدية، هذا يعني أن نعيش في فيلا بدل أن نعيش في شقة صغيرة من 60 متر. إذن هذه المسألة لا صلة لها بالزاوية المجتمعية المتعلقة بتكوين الأسرة أو يعني اتساع مساحة الإعالة، وإنما لها علاقة أيضا بالمشكلة الاقتصادية المتعلق بانتشار البطالة، الذي له علاقة بالمشكلة السياسي المتعلق أيضا باستحواذ الطغمة الحاكمة للوظيفة العامة، أن الوظيفة العامة باتت الضرب من ضروب التجنيد السياسي. أنا أعين أبناء حزبي وأعطي الوزارات لأبناء حزبي والإدارات الكبرى في البنوك لأبناء حزبي وهكذا، فباتت الوظيفة العامة التي يجب أن تقوم على قاعدة العدالة في الفرص وعلى قاعدة المواطنة المتساوية باتت عبارة عن وسيلة من وسائل التجنيد السياسي والحشد للعمل الانتخابي. إذن هذا أيضا مشكلة، يعني لا يمكننا أن نحلل المشكلة الاقتصادي بعيدا عن كل هذه التراتيب السياسية السيئة الموجودة في منطقتنا. طيب نريد أن نبحث علاقة الفقر بالتخلف وجودا وعدما، أيهما يترتب على الآخر وجودا وعدما، ومآلات الفقر في حال استمراره في الدول العربية، لكن هذه وقفة قصيرة تتبعها عودة لمواصلة الحديث. أسعدكم الله، هذه عودة لمتابعة الحديث بشأن مشكلة الفقر في الوطن العربي. دكتور حسام، في تقريره عام 2018 البنك الدولي قال إن التخلف سمة أساسية للمجتمعات الفقيرة، أو قال إن الفقر سمة أساسية للمجتمعات المتخلفة. أريد أن أسألك، هل ثمة علاقة في الحالة العربية بين أن تكون الدول فقيرة فيها نسبة فقر مرتفعة وبين أن تكون هذه الدول متخلفة على أكثر من صعيد في الحالة العربية؟ طبعا هناك ارتباط واضح وقوي جدا بين التخلف وبين الفقر، او عدم القدرة على مواكبة يعني المجتمعات الدولية وعدم تحقيق الرخاء. يمكن تلخيص هذا في يعني في مؤشرات أساسية. اولا العالم يتغير بصورة مضطردة، بحيث اصبحت محركات الانتاج والرخاء والاقتصاد الرقائي اصبحت محركات تتغير كل يوم. يعني في من اهم المحركات الحالية التي يمكننا ان نعرفها ما يعرف بالانتاجية التكنولوجية،
وهي ارتباط التقدم التكنولوجي داخل الدولة بمعدلات الإنتاج وبالمصانع وبطريقة الإنتاج وهذه في الحقيقة في الدول العربية يعني وضعها يعني مذري وسيء لأقصى مما نتصور، لأنه هي ترتبط بالبحث العلمي وترتبط بالقدرة على الاستثمار في تكنولوجيا الإنتاج، وهذه في الحقيقة يعني وضعها سيء جدا في المجتمعات العربية. المؤشر الثاني هو ما يعرف اليوم الذكاء الصناعي، العملات الرقمية، التعليم المؤسسي اللي هو التعليم المرتبط بالتقدم الصناعي داخل المؤسسات وبمؤسسات بالمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة. يعني غياب هذه القدرات النهارده، غياب هذه القدرات في المجتمعات هو في الحقيقة يؤثر بصورة واضحة جدا. هذه القدرات تعرف أن المجتمع متخلف نوعا ما. يعني النهارده لدينا فجوة بين العالم العربي وبين المجتمعات الدولية تزيد عن 40 عام فيما يختص بالبحث العلمي. النهارده البحث العلمي هو في الحقيقة بيمثل أساس التقدم الصناعي والرخاء في يعني العديد من المجالات. فهناك ارتباط واضح جدا، ارتباط قوي جدا. للأسف انها حلقة مفرغة، بمعنى انك اذا اردت ان يعني تقوم بتحديث التكنولوجيا باستخدام الذكاء الصناعي النهارده، بتغيير منظومات التعليم، كل هذا يحتاج في النهاية الى قدرتك على الاستثمار وقدرتك على الخروج من نطاق القروض التي تضيقك دائما بشروط معينة. وهذا في الحقيقة لذلك لا يمكن في اي وقت من الاوقات ننظر للفقر بعيدا عن السياسة، لذلك هما يسمون الاقتصاد السياسي وهو أصل المشكلة في العالم العربي. في هذا الحديث يغيب وجهة النظر الأخرى التي تمثل الحكومات الرسمية، وهنا إحقاقا للحق أنقل للدكتور محمد علي الجزولي، يعني الجامعة العربية ممثلة بمؤسساتها حاولت أن تبذل جهدا في مكافحة الفقر وعقدت عدة حلقات عمل لتحقيق تنمية مستدامة، لكن المفارقة أننا نشهد في العالم العربي فقرا مستداما، يعني هذا الفقر الذي يدوم ويدوم، ما الأثر الذي يمكن أن تترتب عليه في الواقع العربي؟ في موضوع المساهمات الحكومية في معالجة الفقر، يرى أنها يعني مساهمات، هذه المساهمات يمكن القول بأنها تبقي يعني تجعل نمو الأفراد أو نمو المجتمعات الفقيرة نمو تحت السيطرة، يعني نمو بطريقة لا تحولهم لمنافسين للقطط السمان. ولذلك إذا نظرنا في مشروعات التمويل الأصغر التي أرادت بعض الدول أن تعتمد في المصارف العربية، أولا هذه القروض قروض منخفضة في سقفها، ثانيا هي يعني تقوم بتمويل منتجين صغار في بحر متلاطم من الحيتان الكبار، ولذلك لا يستطيعون هؤلاء المنتجين الصغار لا يستطيعون أن يقاوموا أو أن يطوروا عملهم هذا، ولذلك الدولة تقوم بإعطائهم هذه القروض فقط لكي تجيب على سؤال أنها قامت بشيء تجاه عملية الفقر يعني. لكن أنا عددت دراسة وجدت 80% من الذين يأخذون قروض من البنوك يزدادون فقرا على فقرهم، لأنه البنك يقوم بتمويلهم ثم الرمي بهم في بحر متلاطم الأمواج من قطط سمان وحيتان. هذا الموضوع سيؤدي إلى خسارة كبيرة جدا للمشروع الصغير الذي يقيمه هذا الشخص الفقير، ومن ثم يصبح مدينا للبنك ومطاردا من قبل البنك وتفتح فيه بلاغات ويرمى في السجون. فإذا عملية معالجة الفقر التي تقوم بها المؤسسات العربية عملية غير مكتملة، لأن احنا دائما بنقول عملية معالجة الفقر يجب أن تقوم على 4 أركان، الركن الأول مؤسسات تمويلية، والركن الثاني مؤسسات تدريبية تأهيلية تطويرية لهذه الشريحة بطريقة تمكنها من أن تنافس في السوق، والركن الرابع هو وجود شخص لديه رغبة في الانتقال من الفقر وأن يحسن يعني أن يحسن من مستواه المعيشي. ذلك لأن بعض الأفراد أيضا عندما يأخذون قروض من البنك يحولون هذه القروض إلى مال استهلاكي وليس مال استثماري، يعني هو يأخذه لمشروع لكن يقوم ببيع المشروع لكي يدفع إيجار أجرة منزله أو دواء مريض في بيته أو رسوم جامعة لبنته وهكذا، فيحول المال الاستثمار الذي اقترضه من البنك إلى مال استهلاكي. كذلك أيضا الجانب الرابع وهذا مهم جدا في عملية التمويل هي أن تكون هنالك حواضن تأمينية
لهذا التمويل الصغير بطريقة تعالج أي حالات انهيار يمكن أن تقع لهذه الأسواق الصغيرة التي تنشئها بوتات التمويل الأصغر. فإذا أنا أقول الأساليب التي تنتهجها الحكومات لمعالجة الفقر أساليب غير جادة، وأساليب تقوم بتوريط المجموعات الفقيرة هذه والأسر الفقيرة، بتوريطها في ديون مع المؤسسات المصرفية من غير أن تخرج من دائرة الفقر. هذه التجارب السيئة جدا في عالمنا العربي جعلت الكثيرين يعني يحجمون عن أن يقترضوا من البنوك، يحجمون عن أن يأخذوا هذه الفرصة التي أتيحت لهم من البنوك المركزية لأنها ضخت أموال للبنوك التجارية والبنوك الإسلامية وكذا لكي تقوم بتمويل الشرائح الفقيرة. إذا هنالك مشكلة لا بد من معالجات مكتملة يعني بالأركان الأربعة هذه التي ذكرتها دكتور محمد. سنأتي على حديث المعاجلات، لكن ذكرت نقطة مهمة أريد أن أسأل الدكتور حسام الشاذلي. يعني الآن يبشرنا الخبراء الاقتصاد الدوليون بأن العالم مقبل على أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عقود. أين موقع العالم العربي من هذه الأزمة الاقتصادية وانعكاسها على حالة الفقر المستشري الآن في عدد من الدول العربية، خصوصا أن هناك تباطؤا في النمو، ارتفاعا في معدل البطالة، اضطراب في الأسواق المالية؟ طبعا يعني ما يعني التوقعات الخاصة بانهيار اقتصادي يعني محتمل أو مؤكد بعد جائحة كورونا، في الحقيقة العالم العربي يعني سيكون وضعه في هذه المنظومة أسوأ مما نتصور يعني من وجهة نظري. السبب الرئيسي هو أن يعني الخطوات المطلوبة من أجل محاولة حماية المجتمعات، الخطوات الاقتصادية التي يجب اتخاذها والتي يعني لديها هيكلة واضحة، أهمها هو دعم الحكومات للشركات، الدعم الاقتصادي المباشر وغير المباشر للمواطنين، وذلك عن طريق ضخ أموال سواء لحماية الشركات والمنظمات الاقتصادية من الانهيار أو لمساعدة المواطن على المعيشة بسبب عدم القدرة على الذهاب للأعمال وغيره وغيره وغيره، توفير النظام الصحي الذي يمكنه مواجهة يعني الحالات الطارئة واحتمالات انهيار النظام الصحي في بعض الأماكن، التأثير يعني الذي يعني قد يكون لديه عمر أطول بعد الجائحة. كل هذه الخطوات الرئيسية التي اتخذها العالم يعني المتطور كهيكل واضح في مواجهة هذه الخطوات، لا يمكن القيام بأي منها في خلال المنظومة العربية المتهالكة اقتصاديا، والتي تقوم في الحقيقة على نوع من الاقتصاد اللي يعني الذي يمكن القول عليه بأنه اقتصاد لصوص. هو في الحقيقة هو اقتصاد لا يقوم بضخ الأموال بأي صورة من الصور لخدمة المواطن. أنا أتوقع أننا سنرى بعدا جديدا قد يكون في بعض الدول هو عبارة عن انفجار يعني يعرض المواطنين ويأخذ المواطنين إلى الشوارع في مواجهة الأنظمة، قد يكون في بعضها ثورات، قد يكون في بعض الأماكن يتحول إلى نوع من يعني الحراب ويعني محاولة البحث عن لقمة العيش. العالم اليوم يحاول إعادة هيكلة نفسه لأنه يعلم أن مشكلة الفيروس ومشكلة كورونا هي مشكلة قد تكون مواجهتها طبيا يعني اتضح بصورة واضحة أن احنا ليس لدينا قدرة على تصنيع اللقاح بصورة سريعة، فيحاول العالم إنقاذ نفسه اقتصاديا بالخروج للعمل، بتطبيق هذه الأشياء تتطلب وجود بنية تحتية وهيكل واضح. طيب. وهنا يجب أن يعني أن نلاحظ أن المشكلة الحقيقية بأنه أي نوع من الإصلاحات الاقتصادية والتعريفات الغير مطبقة، التنمية المستدامة، في غياب بنية تحتية اقتصادية حقيقية، هذه في الآخر تتحول لاستراحات للاستهلاك المحلي ولمجرد الشوك. طيب دكتور محمد الجزولي، يعني كلام مهم ذكره، لكن صورة يعني معتمة رسمها الدكتور حسام من لوزين في سويسرا. إذا ما زدنا إلى جائحة كورونا التي تهدد العالم بانهيار اقتصادي كما قال الدكتور حسام، زد على ذلك أن هناك اضطرابا سياسيا وأمنيا في الدول العربية، هل يعني ذلك انعكاس كل هذه الأزمات الاقتصادية والأمنية والسياسية على الفقير، وبالتالي هل يمكن أن نشهد استيطانا للفقر في الدول العربية؟ نعم، نحن في عالمنا العربي نعاني من هشاشة عظام، يعني في ميدا أي هزات أو أي زلزال اقتصادي يمكن يضرب العالم، نحن في العالم العربي نعاني من هشاشة عظام.
كنا الأكثر تضررا، لأنه لا توجد لدينا يعني موانع، ولا توجد لدينا مقويات لهذا الاقتصاد، لا توجد لدينا يعني دعائم ذاتية. أغلب رأس المال العربي للأسف الشديد للاضطرابات الموجودة في العالم العربي، ولعدم الاستقرار ولعدم وجود دولة القانون التي تشجع الاستثمار وتحميه، رؤوس الأموال العربية هي تعمل في الخارج. لماذا تذهب للخارج؟ لأن العالم العربي لا يتحمل أي هزة يمكن أن تحدث يعني. ولذلك نحن إذا ما تحققت هذه النبوة الكارثية عن أن زلزالا اقتصاديا كبيرا جدا سيضرب الاقتصاد العالمي، فستكون نتائجه على العالم العربي نتائج وخيمة جدا، ونتائج كارثية جدا. وهذا الأمر يتطلب أن ندلف إلى المعالجات الحقيقية، المعالجات الصحيحة. والمعالجات الحقيقية كما ذكرت سابقا بوابتها هي البوابة السياسية، لأنه نحن ليست لدينا شح موارد، لكن لدينا سوء إدارة موارد، لدينا فساد في إدارة الموارد، لدينا يعني نخبة فاسدة كما ذكرت سابقا. أولا لا تعطينا هذه الإحصائيات عن الموارد إحصائيات دقيقة، يعني هي تخدعنا، لأن ما في شفافية، ما في إعلام حر أصلا يستطيع أن يتابع هذه الأمور. هي أصلا ابتداء تعطينا إحصائيات غير صحيحة عن مواردنا، ثانيا تعطينا إحصائيات غير صحيحة عن دخل هذه الموارد، ثالثا تعطينا إحصائيات غير صحيحة عن أين صرفت هذه الموارد. إذن لا كم هي، ولا كم تدخل، ولا أين تصرف. هذه المعاملة أو المعادلة الثلاثية، المعلومات فيها شيحة جدا، والمعلومات فيها مزورة ومزيفة وضعيفة. ولذلك إذا لم نعالج هذه المشكلة، مشكلة الشفافية في العالم العربي، إذا لم نعالج كيف نقيم أنظمة حكم على معايير الحكم الراشد القائم على الشفافية والمشاركة والمحاسبة والمراقبة والإعلام الحر، لا نستطيع أن نواجه هذه الكارثة المقبلة على عالمنا العربي، ولذلك ستكون النتائج كارثية كما ذكر. طيب، هذه النتائج الكارثية تحتاج إلى معالجة ومكافحة حتى لا يصل العرب إلى هذا المستوى. إذا ما سألتك دكتور حسام الشاذلي، حتى تكون هناك عملية ناجحة ومؤسسية صحيحة لمكافحة الفقر، ما العوامل التي ينبغي مراعاتها لتحقيق عملية مكافحة فقر ناجحة؟ طبعا لا، يعني في هذا السؤال يعني هام جدا، بصورة أنه في الحقيقة لو أحببنا أن نتصور وجود عملية مهيكلة يعني لحل هذه المشكلة بعيدا عن يعني الفساد السياسي بالدخول فيه، فسنجد أننا لا يجب أن ننظر أولا ل يعني المؤشرات التي يستخدمها العالم اقتصاديا لهذا، يعني الكوربشن اندكس، وجود الفساد في المؤسسات والرشاوي و عملية التعامل والتركيز على المشروعات المرتبطة بتحسين مستوى معيشة المواطن مباشرة، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشاريع الطاقة المتجددة، إدخال التكنولوجيا في الصناعة، منع تركيز رؤوس الأموال في أيدي كبار رجال الأعمال، التركيز على المنظومات البنكية الحديثة التي يمكنها أن تساهم في تغيير هيكلة يعني التعليم والمؤسسات الخاصة وغيره. الحقيقة يعني لا يمكن، إذا نظرت داخل المؤشرات الدولية المعتمدة ستجد كلها مرتبطة في الآخر بالأنظمة والحكومات، يعني مؤشر الكوربشن اندكس الفساد السياسي، مؤشر حقوق الإنسان، مؤشر جودة الحياة، مؤشر المنافسة الدولية، هذه هي المؤشرات التي تستخدم دوليا لقياس كيف يمكن لأي دولة أن تتطور. ولذلك في ظل عدم وجود استقرار سياسي لا يمكن وجود رخاء اقتصادي، حتى إذا كان هناك فساد سياسي، لا توجد ديمقراطية كاملة، لا توجد يعني حريات مباشرة، لكن إذا وجد عدم استقرار سياسي، وهذا ما يعاني منه العالم العربي، ليس فقط الدكتاتوريات والفساد السياسي، ولكن عدم وجود استقرار سياسي لا يسمح في الحقيقة بأي صورة من الصور بوجود هيكلة ورخاء اقتصادي على أي مستوى. طيب دكتور محمد، إذا من الذي تقع على كاهله مسؤولية مكافحة الفقر؟ وإذا ما كانت الأنظمة السياسية ميؤوسا منها، فهل يمكن أن تتقدم إلى الخطوط الأمامية جهات أهلية، مؤسسات خاصة؟ لا يمكن أن تتحرك مؤسسات خاصة، لأن المؤسسات الخاصة تعمل بموجب قانون، تعمل المؤسسات الخاصة هي تتحرك في الرحم القانوني الذي تتيحه هذه الأنظمة الفاسدة. ولذلك يمكنني إذا سمحت لي أن ألخص
الخطوات التي يجب أن نقوم بها لكي نعالج الفقر في عالمنا معالجة جذرية، أنا بتقديري هي 7 خطوات. الخطوة الأولى، يجب أن تقوم في عالمنا العربي أنظمة منتخبة، انتخاب حر ونزيه تقوم على معايير الحكم الراشد، على قائم على الشفافية وعلى المشاركة. ثانيا، يجب أن تكون هنالك أجهزة رقابية حقيقية لا تجامل السلطة التنفيذية، وإنما تقوم بمحاسبتها محاسبة يعني مكشوفة وعلنية ومعروفة. ثالثا، يجب أن يكون هنالك إعلام حر لا ليست عليه أي عقابيل تقيد حريته، أو ليست عليه سلطة رقيب تحدد له ماذا يكتب وكيف يكتب ومتى يكتب. رابعا، يجب أن يكون هنالك قضاء مستقل يساق إليه الفاسدون بطريقة تكون هنالك محاكمات علنية ومعروفة، وهنالك قضاء مستقل ليس قضاء مرتشي وليس قضاء مسيس. خامسا، يجب أن تكون هنالك قوانين استثمار مشجعة لجذب المال رأس المال الأجنبي، وكذلك حتى لتوطين رأس المال الوطني حتى لا يهرب من الداخل ويذهب لكي يستثمر في سويسرا ويستثمر في بعض الدول الأوروبية، لأنه وجد الماعون القانوني في دولته لا يسمح له بأن يستثمر استثمارا ينمو نموا طبيعيا ونموا مضطردا. سادسا، يجب أن يرتبط التعليم عندنا كذلك أيضا بالإنتاج. نحن للأسف شديد في العالم العربي عندنا حتى الولد الصغير في البيت بيكون يا دارين يبقى دكتور يا يبقى مهندس، يا طبيب يا مهندس، وهكذا. يعني خلاص هذه ثقافة المجتمعات العربية، ولدي يا دكتور يا مهندس، ما بيكون التعليم مرتبط بالإنتاج. يعني أحيانا ممكن تكون عايزين بيطري، يعني في مجتمعات وفي أقاليم فيها ثروة حيوانية عايزين الناس يكونوا بياطرة، عايزين يكونوا مزارعين، عايزين يكونوا هكذا يعني. فإذا لابد أن يرتبط التعليم بالإنتاج، يرتبط التعليم بالإنتاج. الموضوع السابع والأخير، لابد أن نؤسس لثقافة تثمير إنتاج. يجب أن نكره الناس في عملية الوظيفة، يجب أن نجعل المواطن العربي لا يبحث بعد التخرج من الجامعة عن وظيفة، لا يبحث عن مرتب، لا يبحث عن هجرة لكي يتوظف مثلا في الخليج أو في السعودية أو في الإمارات أو يمشي يشتغل موظف في دول أوروبية وكذا. لا، يجب أن ننشي في عالمنا العربي ثقافة تثوير الإنتاج. أنا لدي مصطلح أقول الأمية الاقتصادية هي أن لا تكون منتجا، يجب أن ننشي هذا المصطلح. أنت أمي اقتصاديا إذا أنت ما منتج، يجب أن تكون منتج. إذا أنت محاسب تكون تمتلك مزرعة دواجن، إذا أنت مصرفي يا موظف مصرفي يجب تمتلك معك مثلا مصنع صغير للصابون. يعني نحن نريد مجتمعا عربيا منتجا، لأن الإنتاج هو الذي يعالج هذه المسألة. الإنتاج هو الذي يجعلنا لا نستورد، الإنتاج هو الذي يحقق وفرة ومن ثم انخفاض في الأسعار ومن ثم ارتفاع العملة الوطنية وقدرتها على الشراء. إذا الإنتاج هو الحل. يجب أن نجعل ثقافة تثمير الإنتاج عبارة عن أرجوزة تردد وأغنية تقال ودراما تشاهد وقصة تحكى وقوانين تسن وخطب ومواعظ رجال الدين يقولونها وخطابات سياسية وهكذا. يجب أن نجعل نطلق ثورة تثمير الإنتاج في العالم العربي. طيب دكتور حسام، الأمم المتحدة طرحت خطة طموحة، وقال مسؤولون الأمميون إنها طموحة لإنهاء الفقر في العالم كله عام 2030، خطة التنمية المستدامة. وبالرغم من هذا التفاؤل الأممي، فإن بعض المسؤولين الكبار في البنك الدولي شككوا في إمكانية تحقق هذا الحلم كما أسموه بسبب المشاكل التي يعاني منها العالم. عربيا، إلى أي مدى يمكن للعرب أن يفيدوا من هذه الخطة الدولية؟ وفي الحقيقة يعني تكمن المشكلة دائما في نفس الأماكن، بمعنى أنه لا يمكن لهذه الخطة الأممية أن تحقق أهدافها بدون وجود بنية تحتية اقتصادية ومنظومات اقتصادية صالحة في المجتمعات العربية. بمعنى أنه حتى إذا نظرنا إلى القواعد العامة لتنمية المجتمعات ولتحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحث المواطن على القيام، كل هذه الأشياء لا يمكن أن تنجح ولا أن يكون لها أي أمل في ظل غياب منظومة اقتصادية صالحة، منظومة تمويل صالحة، في ظل غياب منظومة بنكية صالحة، في ظل انتشار عمليات يعني السيطرة على السوق والمونوبولي وما يسمى بالسوق البيزنطي كما هو متواجد في العالم العربي، في ظل اختفاء يعني فكرة وجود هيكل واضح وبنية واضحة للأعمال الحكومية وللتقاعد ولفكرة دعم البطالة، ويعني
هذه الخطة التي ترسمها الأمم المتحدة والتي يضعها البنك الدولي هو يضعها في الحقيقة بناء على مؤشرات تفترض وجود قواعد معينة في كل المنظومات الاقتصادية دوليا، ولهذا فإن تفترض أم تراعي وجود بنى معينة، لأن الأمم المتحدة تعرف ما يجري في كل دول العالم. في الحقيقة هذا هو ليس الوضع في الخطط الاقتصادية يعني للأمم المتحدة أو للبنك الدولي. الحقيقة المجتمعات العربية كما ذكرت يعني سابقا هي دائما تهتم بتصدير يعني الاقتصاد الكلي للعالم الدولي بغرض الحصول على قروض وغيره وغيره. حضرتك النهارده يعني اعطيك مثالا واضحا بانك اذا دخلت على المؤشرات الاقتصاديه الدوليه ستجد ان جمهوريه مصر العربيه من اكثر الدول التي يعني لديها تنميه اقتصاديه حاليه بالارقام والمستندات بناء على البنك الدولي. انظر حضرتك إلى حالة المواطن المصري ستجده من أفقر المواطنين في العالم. يجب أن نعلم أنه عندما قامت تركيا بتحقيق ثورة اقتصادية، عندما قامت ماليزيا بتحقيق ثورة اقتصادية، عندما قامت دول كثيرة جدا بتغيير هيكلها الاقتصادي، كان هذا بعيدا عن هذه المؤسسات الدولية التي في الحقيقة هي دورها هو دور استعراضي غالبا لا يخدم إلا مصالح معينة للأسف الشديد. طيب دكتور محمد، بعيدا عن المؤسسات الدولية التي يشكك في جدوى التعاون معها دكتور حسام الشاذلي، قد يسأل سائل من المتابعين أو من العرب وحق له هذا السؤال، بعيدا عن عمليات مكافحة الفقر الرسمية وإلى آخره، قبل ذلك سؤال جوهري، هل هناك إرادة رسمية للنظام الرسمي العربي بكل مؤسساته وهيئاته للقضاء على الفقر عربيا؟ ليست هنالك إرادة، لأن الشائع عند ذوي السلطان جوع كلبك يتبعك. يعني يظل هذا المثال الشائع عند ذوي السلطان، هذا الإفقار الممنهج للشعوب، هذا التجويع الممنهج للشعوب لكي تنشغل هذه الشعوب بالحدود الدنيا للحياة الإنسانية، وهي أن توفر لنفسها مأكلا أو مشربا أو مأوى، بعيدا عن أن تبحث عن حقوقها في الكرامة، حقوقها في التعبير، حقوقها في المشاركة السياسية. إذا عملية التجويع لشعوب المنطقة، عملية الإفقار لشعوب المنطقة، ما مصلحة نظام سياسي أن يجوع شعبه دكتور محمد؟ يجوع شعبه لكي يركز في السلطة، لكي يجعل هذا الشعب منهك، يخرج من الساعة 8 صباحا يعود إلى بيته الساعة 1 صباحا، ينام ثم غدا يخرج 8 صباحا، لا يفكر في ما هي الأخبار ولا ما هي المواقف، ولا يفكر في الحدود الوسطى من حياته الإنسانية، دعك من العليا، لا يفكر في المشاركة السياسية، وليس لديه من الوقت لكي يحضر ندوة أو محاضرة أو يتثاقف فكريا. يجب أن يكون يبحث عن حدوده الدنيا الحيوانية، الأكل، الشرب، النوم، العلاج، وهكذا. إذا هذا الإفقار المنظم، هذا الإفقار الممنهج، هذا التجويع الممنهج للشعوب هو سياسة أمنية، سياسة أمنية، سياسة تنتهجها الأنظمة بأجهزة مخابراتها، هي تعمل على ذلك. نعم، طيب أشكرك دكتور محمد. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر في نهايتها ضيفي الكريمين. كان معنا من مدينة لوزيرن السويسرية دكتور حسام الشاذلي المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، كان معنا عبر سكايب، وكان معنا عبر الهاتف أيضا من الخرطوم الدكتور محمد عادل الجزولي رئيس حزب دولة القانون والتنمية السوداني. كل الشكر لكم على حسن المتابعة، إلى لقاء مقبل بإذن الله. السلام عليكم.